الجزائر الحرة المكافحة، صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر. أيها الإخوة، إليكم كلمة اليوم. رغم كل شيء، رغم الحديد والنار، ورغم الدبابات والمصفحات وآلاف الجنود والبوليس، ورغم السدود والأسلاك الشائكة التي حاربت الاستعماريون الفرنسيون الشعب الجزائري في كل عاصمة ومدينة وقرية، ورغم الإنذارات والتحذيرات التي كانت تذيعها أسواق الاستعمار لإرهاب الشعب الجزائري، رغم كل من الاحتياطات العسكرية والبوليسية التي فرضت على العواصم والمدن والقرى الجزائرية، رغم كل شيء أيها الإخوة، رغم هذا أيها الأحرار في كل مكان، فقد خرج الشعب الجزائري، خرج من كل عاصمة ومدينة وقرية، خرج من كل بشرة ودوار. طفينا الفوست يا شيخ، طفينا الفوست. قلت لك ما تشعلوش يا بابا، لا وحدك تحب تسمعني يا بابا، نقصوا من الصوت راني نسمعوا فيك من باب تزير على بالك ولا شي بابا هكذا؟ لا لا، عنده الحق سيد الفريقاتي يا بابا. قال لك شحال من مرة بلي الحكومة راهي تعاقب الناس اللي يسمعوا دوك المشوشين. البندية بابا اللي في اللاقا كيما يقولوا لهم، فيق شوية واش بيك. نقول بنادم الله يهديكم ولا مكان، جيت اليوم زيد البوليس. ما تخافش من اليوم انا ناسلك على البوست، واحد ما يزيد يشعلو. واش بك تاني مع بابك؟ انا ما بيقولوا يما راه مع ولدك العزيز. مع ولدي العزيز كلي ما نعرفكش. اسمع، ادخل لبيتك تاخذ تريح خير لك يا اخي. هم يا اخي مريم. نعم سيدي. وراء الجريدة. الله يقبل سيدي. الله يسلمك. بنت الدراري تحب نجيبها لك؟ ايه ماذا فيك؟ نعم. يا سخيوة يا أميرة. كاين، إذا تحب نروح نسخن لك. ماذا فيك؟ خلي لا نسخن لك. يا درا واش راه محكوا لهم في الجريدة؟ اه قال لي قتلوا البارح واحد البوليسي كان هابط من الترولي. عربي ولا رومي؟ لا عربي. هذا ما يكونوا قتلوا الخوا حتى راه دار يقد راسو. قولي شكاين؟ ياك ما يقتلوش كاع البوليسية. هذه ما نكذبش عليك يا أمينة،
على كل حال اللي يكون عسكري ولا شرطي عند فرنسا حالته صعيبة بزاف. ها بركة بركة واللي خبصه مع القاتل. بخير عليكم. شو قلت؟ قلت كل خبص مع القاتل. ايوه لكن هذه ثورة يا مينا ثورة. لو كان قتلوا هذاك الكلب نتاع لاكوست كرم هنونا منه. يا مينا الدعوة ماهيش في لاكوست ولا بغير لاكوست. دعوة رأي في الفكرة. الفكرة يا مينا الفكرة. مش من الفكرة سيدي. الفكرة نقصد بها بنتي هي الاستعمار اللي زمنا نمحيوه ونقضيه عليه من هذا الأرض. صحيح. هكذاك صحة. قال لك جمعية الأمة ما راح تجتمع باش تنظر في القضية نتاعنا. مليح مالك. إيه معلوم مليح. على خاطر كنت أكلين على المجلس يعطينا الاستقلال. وجي في بالك يا بابا اللي كاين شعب يخمم علينا احنا. معلوم كاين علاه ما كاش. كاين تونس كاين المغرب كاين مصر والشام والعراق وليبيا وكل قطار اللي مجاورينا. لكن والاخرين يا بابا اللي قروا في هذا المجلس تجي في بالك اللي مثل الامريكان والانجليز والطالياني تخبوا ضد فرنسا. ما لا على حساب كلامك انت. احنا ما عندنا ما نعملو يا بابا. ماشي كلامي بس ما كاش كيما اللي يتكل على نفسه. والثورة عارفة هذا. مريم مريم واش كاين؟ رموا جرانات في قهوة باتيست. العسكر كان له وحكمهم. اواه قبلهم بالرشاشات تكرسوا على بعضهم ومن بعد هربوا. بصح قل لي انت واش قاعدك في الزنقة حتى لدوك؟ لا دي راني نحكي داروا براش تلدوق و ايوا علاه ما دخلتش قبل ما يديروا البراج حميد؟ سامحوني ما انا نقنوا لي عمر ادخل بكري ما تخش حتى نص الليل. خمس دقائق يما ونرجع. ايه تقول لي خمس دقائق وانا نبات نخمم عليك. الراديو خلينا نسمع واش كان في الاخبار. روح مازال الحلبة بعد ساعة وربع. ما هنيش على الراديو تاعنا راني على الراديو تاع نسارة. روح et désastreuse. La DCA alliée a abattu 5 avions de type MiG. Le dictateur Nasser est aux abois. Algérie. On enregistre un certain nombre d'accrochages et d'embuscades où les pertes des hors-la-loi sont sévères. Les forces de l'ordre ont arrêté 30 rebelles près de Aïn Témouchent. Dans le Durdura, un violent accrochage a opposé les forces de l'ordre à une bande de Felaga. 30 hors-la-loi tués, 3 capturés, un grand nombre de blessés. Dans la Casbah d'Alger, un commerçant musulman a été atteint de 3 balles de 7,65. Alors qu'il descendait d'un trolleybus, un inspecteur de police musulman a été abattu de plusieurs balles de revolver. L'agresseur n'a pu être rejoint. Les agents de la DST signalent que ces actes de terrorisme sont signés Hicham. Et maintenant, voici nos informations sportives. Au stade Saint-Eugène. Oh. Voilà, t'as fait pause. L'akhbar riyadiyya, ma t'smahach ou la? Oh, c'est l'akhbar riyadiyya, ya baba. Mouloudiyya, m'khassarina, m'khassarina. Surtout les amis, ils l'abîment à l'Galia. T'ardit. ايوا انت واش عجبك في اخبار فرنسا؟ يا انا حميد يا وليدي نسمع الاخبار نتاعهم باش نعرف الدب من الصح. هذا ما كان كذاب في كذاب. ياك على بالك كي يصرحوا بموت 10 عساكر لازم لك تزيد صفر ويا ربي لو جيت الحقيقه. هذا على بالنا بها. يا بصح يا حميد يا وليدي حتى احنا ما يلزمناش نبالغوا. وخصوصا ما يلزمناش نساو باللي فرنسا هي فرنسا. يعني واحده من اكبر الدول في العالم. النبابة إيه؟ صح. ف
فرنسا، فرنسا عندها القوة والسلاح أكثر منا. كاين صح حنا يا بابا، حنا على بالنا علاش رانا نكافحوا، وعسكر فرنسا لو كانت الحكمة عسكري منهم والله ما على بالو علاش راهي حارب هنا. اي حقيقة واش تحب يقول بنادم يفرج ربي يا وليدي؟ يفرج ربي، يفرج ربي، هذا كلام زمان يا بابا. ياك يقولوا تسبب يا عبدي وانا نعينك، صح انتوما ناس بكري ما تسببتوا ما والو، كنتوا لاهين بعض بالسنيترات والاخرين بالكسبات والحطات والقعدات. ايه نزيد لكم قهوة بوف سراك ده. احنا كنا لاتين بالقصبة والسنيترة والقعدات والشيخات صح، وانتو ما دروا قل لي رحم باباك الجيل نتاعكم مش عمل. ها شوف حب توفيق، شوف الخدمة اللي أخيرة بوليسي عند فرنسا، حتى البوست ما يخليش يسمعوا كي الناس يعجبها، ولك سوفاج هذاك تاع عمر حتى الضرب مازال متبرم ما يخرج جيل نتاعكم. عمر على بالي تهضر على عمر. عمر بابا يا عمر، عمر ما يطورش في السيره اللي راهو فيها ويحبس. بصح شوف الشعب، الشعب الشباب الكل راه في الكفاح، الاساتذه الاطباء الفلاح الخماس كاع راهم في الكفاح. هذا هو وقتنا يا بابا. هذا هو وقتكم. ايه صح. قل لي انت يا حميد، انت يا راك تكافح؟ هيا هذا هو الشيء اللي راه محيرني بابا وتسيبني في الكرفي. علاش علاش غير عائلتي انا برك بعيده عن التوره بابا. اسمع انا راني نخلص الاشتراك نتاعي. وانا تاني راني نخلص، ممكن عمر وتوفيق تاني، بس هذا ما يكفيش. ما على حسابك انت يلزم جميع افراد الامه يكونوا يا مجاهدين في جبل يا فدائيين في لندن. لا 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 يا حميد وليدي، كاين اللاتين غير بالسياسه برك، وهذا ضروري في كل ثوره. سوا سوا بابا، بصح احنا ما عملنا لا هذه لا الاخرى. شوفنا انا من الخدمه للدار، وكي نتلاقى بالعسكري يحبسوني يحوسوني ساعد سقله ساعد كوتبي وما نقدر نقول والو. عمر عمر متبر ما يخرجش. ايه هو توفيق الشرطي عند فرنسا، ما قال دوق مراشي عدف في خافته في دار الكوميسار. حميد لا لا، هذه ما نحبش تزيد تقولها على اخوك. ها عنده الحق بابك، انا تاني ما نحبش نزيد نسمعك تكلم هكذا على اخوك. لو كنت سمعك مريم يغيدها الحال على زوجها، وما نحبوش تحضر هذا الكلام اللي ما كانش منه. معليش لالا خليه يتكلم. سامحيني اختي. ما عندك ما عملت باش نسامحك، بصح الشي اللي نطلبه منك ما تقولش هذا الكلام في الزنقة، تقدر توصل خوك لهلاك. مريم انا عم سيدي اروح تشرب القهوة معنا. اروح لا لا صحة سيدي، نروح نخمل البيت اهو قريبيت. اسمع النهار اللي تعلم تحكم فمك داك النهار نتهناو، عجبك الحال دوك راح تاكدا البيت تبكي وانا غرضي. يا خي جي لي اليوم يا خي. مالا انت من الناس اللي يقولوا باللي جي الزمان كان راكم. علاش ماشي صح بابا؟ معلوم ماشي بالصح. انت تكلمت على السنيترة والقصبة والقعدات والشيخات والى اخره الى اخره، ولكن نسيت باللي من عهد الامير عبد القادر، واش نقول انايا، من قبل الامير عبد القادر، من زمان قبل الامير عبد القادر، والثورة ساكنة في شعبنا. لو كان ما تضلش تسمع لهذوك المشرقين الكم تاع اصحابك في الزنق، ايه ايه، وتطلع شوية على تاريخ بلادك، لو كان راك تسمع بالمقراني بوزيان وقاسي ببغلة بوشوشة بولاد سيد الشيخ وغيرهم وغيرهم كثير من الأبطال اللي وقفوا في وجه الاستعمار. صحبة ما فهمتنيش الحبيب. لا انت ماذا بيك تفهمني، ماذا بيك يا حميد تدخل في دماغك
باللي جيل زمان ما كانش راه قد الخطيب في المنصة، الممثل في المسرح، ها يا سيدي المغني بأغانيه، أصحاب الجرائد السياسية واللي يكتبوا فيها المقالات، أصحاب المطابع واللي يوزعوا المناشير، الشيوخة في المسايد، هادو مثالهم كتير، هم اللي غذوا الثورة في شعبنا وكانوا يغذوها حتى وصلنا لثورة نوفمبر هذه اللي رانا فيها. أه الوقت صوت الجزائرية. الجزائر الحرة المكافحة، صوت جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر. أيها الإخوة، إليكم كلمة اليوم. وعلى الساعة الثامنة وطبقا لتعليمات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، خرج الشعب الجزائري في وقت واحد ليخلد يوم أول نوفمبر التاريخي العظيم، يوم انتفاضة الشعب الجزائري الكبرى وفيمه الراديو الاستعمار وضد أعداء الإنسانية. وخرج الشعب الجزائري كذلك. دوك يا بابا، شو اللغة تكلمها معك باش تفهمني يا حمدان؟ ورجاله وبلده. على بالكم كان عسكري يسمعكم بالكم متباصين الكل، كي الكبير كي الصغير، على بالكم؟ من علاش؟ علاش هكذا؟ علاش سلامتك يا وليد؟ أي طفي حميد، أي طفي، ما سمعناش، هاو جاي ساعة صغيرين، طفي. لا والله العظيم غير كرهت يا إيما بزاف. والله العظيم غير بزاف. عنده الحق يا حمدان. واش من عنده الحق أنت يا تاني يا عنده الحق؟ راهم يقولوا بلي العسكر راهم يجوزوا من دار لدار ويبقوا يصمتوا تحت التواقي قدام البيبان. واللي يسمعوا ذا صوت العرب يدخلوا يكسروا الراديو ويدوا عليه الحبس. وذاك عمر ورا كان هنا هذا وانخرج او في تبرم تاني كذاك، ذاك ما ينضع حتى نهار يجي في راسه. هذا حمبابا انت خايف عليه من الخوا ولا من العسكر؟ دوق خايف منهم في زوجي يا سي حميده، فهمت؟ انا بالله وبالشرع ما ضليش تعاند في خو كبير عليك. كاش ما قلت دوق كنت راح تقول هيا ما قال والو. او اي سكتينا رحم والديك. ايوا ايه ريح. انت جاي من هكذا جاي من الدافع عليه على خاطر المعزوز اللي خراني. انت يا مش تجرحك، انت يا ضل الدافع على هذاك على خاطر هو الاولاني البكر. سكتين هاي حمد. ايش القرار؟ لا 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 صح. توك يا امينه كي يجيو يميزو مليح. ايه توفيقي كتر بزاف. ايه بزاف كفاية عجبة. احنا العائلة ديالو يتكلم معنا كاللي راه يتكلم مع هذوك اللي يدوهم للكوميساريا. يا بزاف الله يعطينا رضاك. انت تاني يا راجل ما تنساش اللي وليدك يظل النهار كما هو يخدم، وخدمته صعيبة ماشي سهلة، أعصابه الكل تزعزع. هذا واحد قتلوه، هادو سراق، هادو زوج ضاربو، ولما يدخل للدار يسيبكم يتكلموا على السياسة يا تسمع في الاخبار. يا رماش حبيتينا نتكلموا يا لا على القصبه والقعدات والشيخات والسنيتره كما قال سي حميد. ايه بعدها فكرتني تكلمت على السنيتره. يلاه يجعل خير. واشنو تاني؟ حنيفه تدخل العروسه نهار الحد. ها انا الحق مليح شتي. بو هذا ما تعرف تقول. قلت لك حنيفه رايحه تتزوج مع وليد السي موسى اللي عنده المعمل تاع اللوح في الحامة. سيدي هاي ياي هاك تسمع سي موسى اللي عنده معمل في الحامة حوينتا سمتها معمل. هوا تامين النية وتقعد النية طول حياتك. تعرف شكون اللي عندهم المعامل يا لله؟ أنا نقول لك شكون. دوروكس ريكسي مسيو باستوس وبني عمهم مثالهم هذوك اللي عندهم المعامل ماشي سي موسى نتاعك. على كل حال لا يجعل كل شيء مبروك.
صح انايا كاينه حاجه ما حبتش تدخل لي في دماغي خلاص. واشنو تاني؟ كفايه عجبا مازال حتى الضوك ناس اللي عندهم الشجاعه ويتزوجوا في هذا الوقت اللي رانا فيه. يواش اذا تورت شد 10 سنين 10 سنين الناس ما يتزوجوش. يتزوجوا اليوم يموتوا غدوه، هذه هي الدنيا. ايه صحيح، هذه هي الدنيا. واحد حازن، واحد فرح، واحد ينزاد والاخر يموت في نفس الوقت. عندك الحق يا امينة، هذه هي الدنيا. ايه لا لا، لو كان غير تنادي والتوفيق يجي يقعد معاكم شويه. مانيش عارفه واش بيه، الماكله ما حبش ياكل، وملي دخل هو قاعد يخمم. حمدان عيط له. نعم توفيق. توفيق. نعم بابا. أروح أروح يا وليدي، حبيت ناخذ رأيك في واحد المسألة. أروح. راني جايبك. واش غير خير شيخ؟ لا غير خير، ريح. حميد. قل لي توفيق. نشوفك هاد الأيامات ماركش مليح، واش غير خير؟ غير خير يا بابا، أني تعبان شوية برك، على بالك الخدمة نتاعنا والمشاكل والصداع توفيق. قول لي يا وليدي، ياك ما صالح حتى شي مع الخاوة، واش تحبي يصير لي معاه وبايما؟ ايه ما نعرف، قلت انا بالك حلفوا وفيك باش تبطل من الخدمه ديالك. الا هكذا يا وليدي غير بطل قبل ما يصير كيما البوليسي اللي قتلو البارح. سمعتي به؟ هذا الشيخ هو اللي هو يقرا لك في الجرايد. ها يا وليدي خذ رايي، غير بطل قبل ما يوصلوا لك. شوفي يا يما، يما ما تخميش، هذوك ناس منظمين، عن بالك رواحه قتل ولا كيفاش؟ شوفي قبل ما يقتلوا واحد لازم يتحقوا عليه مليح، من بعد يحبطوه. ياه وعلاش هما لقتوا البوليس البارح؟ ماشي على جال خدمتو ياك. فهمتك يا مراه، نزيدو نعاودو ولا كيفاش؟ هذاك وحش كبير يما، كان ضد كل جزائري، قصته الكبير كيدير اكثر من الشيء اللي مطلوب منه، هو اللي كان متكلف بلا تورتور. صح توفيق ماشي كيف كيف، توفيق خاطئ. توفيق قول لي يا وليدي، ياك انت راك تعاون خاوة. شوفي انا راني نخدم في خدمتي وهذا مكان، على كل حال ماني ضد حتى واحد. ايه اما لا غير قول ما راكش معاهم. ايوا ودرك شنو هذا البحث هذا؟ وليتي من الرجال جاب هذوك باش تبحث هكذا؟ ايوا راح تصلي العشاء تاعك رحمه ديك راه في هذاك الوقت. هي واش نوضق ما نقدرش نتكلم مع وليدي؟ يا سامحينا يلا خلينا نتحدثوا، سكتينا شويه روحي. انت دايما هكذا غير نتكلم تجيبوا من ورايا، ادخل شركة ثانية اخرى في ملح. لا يقبل يمينة، لا يقبل العجوز. واش حبيت تقول لي يا بابا؟ قريب نسيتني. سي عمار العساس تاع الحوش تاعنا. ايه اما انا تلاقيته البارح وك خايف. اسمع يا سي احتمدوا. لا هذا كيما خرجت عن الدار ورجعت. مانيش عارف قداش تهنا من الدورات نتاعك نتاع. انا ما نسالك وانت ما تسل، وما رانيش نرضع في صبعي، وراني حر الله اعلم. حر؟ انت ما تهنى حتى نهار اللي يجيبها في راسك. اني حر يا ولاد لعن ابليس، لعن ابليس. خلاص وشنو هذا؟ او عمر كي راك هنا، روح ماذا بيا تعطيني رايك في واحد المساله كنت تتكلم مع اخوك عليها. ريا هيا كمل بابا كمل. ايه كما كنت نقول لك سي عمار
اتكلم معاه بيريز وبعته باش يكلمني على الحوش. حب يشري علينا الحوش؟ لا بالعكس، حب يبيع لنا الحوش نتاعو. قال لك يا سيدي راهو خايب من الفلاقة ومدى به يجي يسكن هنا في العاصمة. باش يبقى يزقي لالجيري فرانسيز. فيرز قد ما هو يدعي فرنساوي قد ما اسمه يقول العكس. كل ما نقرا الجريدة ونشوف الفيلمات اللي حرقها جيش التحرير ما نصيب غير بيريز رودريغيز ديناريز، ويزيد داك البغل نتاع لاكوست يصرح ويقول باللي مليون فرنساوي عايشين في ارض جدادهم. هيا برك نعملوا تسالة نتاعك عمر، هادشي نعرفوه، ما طلبناش منك خطاب سياسي. ما كانش لي هضر معاك يا سي توفيق، وزيد علاش ما تحبش نتكلموا على السياسة؟ برك عمر خاف من كاش واحد يبيعو، ياك انت باباه وانا اخوك ولا واش كاين؟ خفت على سيدك البريفي؟ خفت ناخذوا الاستقلال وما ترجعش كوميسار؟ شوف يا عمر لو كان ما جيتش خويا يا عمر خوه على خطر اللي يديهم من مركز الشرطه ماشي خاوتهم، اللي راهم يموتوا في الجبال ماشي خاوتهم، المشتات اللي راهي تنحرق بابا ما فيهاش خاوتو خواتاتو، خوك غير اللي ولدته يماك. شوف عمر اسكت. ما نسكتش على خاطر يخلص الموظفين عمر خدامين الدوله اللي حبوا يتمولكوا في بلايصهم لو كان اليوم رانا عايشين في الاستقلال. ويزيد يقول لي علاش نشرب بابا؟ خلاص عمر بزاف جزائريين يشربوا يا سي توفيق، حوس تعرف علاش؟ كاش واحد حب يفهم علاش؟ لا بصح انا نقول لك على خاطر ملوا من معيشة الدل، على خاطر حبوا ترجع لهم الكرامة، على خاطر حبوا ترجع لهم الرجلية اللي عندهم حق فيها وما عرفوش كاش يعملوا، ما عرفوش كاش يرميوا الزبل اللي في قلوبهم في وجوههم توهم ملاك الخبة تاعهم. وشو هذا؟ وشو هذا؟ وفرحت هذه هي المرة الأولى اللي تلفت يدك عليها، ما تعاودش على خاطر والو خويا نقتلك زواح. ما عرفت تهدر هكذا على خاطر خوك ها؟ لو جا عسكري في الزنقة يعطيك بشكل قدام الناس حبت راسك كل مرة تقتل يقتل، اطلع الجبل فوق مع صحوري اللي تصحتك تقتل. ولو شرطي ولو خايف على خدمتي ولو واش تحب خويا، وقبل ما تقتلوا لازم تقتلني انا. ولدت العديان من الكرشي يا حمد الله العديان. عندك الحق، كبرناكم وتعبنا عليكم باش تكونوا متكاتفين باش تكون اليد في اليد في الخير والشر، حبينا تكونوا صف واحد في وجه العدو باش كفيتونا انا وياها. بصح ما تحشموش في الوقت اللي جمعتكم فيه باش يكلمكم على واحد المسألة اللي تهمكم اللي في مصلحتكم، رحتوا انتم تاكلوا كيل كلاب. هيا زدت لهمك انت يا حبيت تقتل ها؟ انت يا تاني حبيت تقتل؟ هيا تحاكوا وش راكم تستناو؟ هيا ما كفاش الفرصة اللي راه تقتل فيكم زيدوا انتم عاونوها. هيا سنوا الامواس وسيلوا الدم وديروا لي هنا، ديروا لي مذبحة، ديروا لي هنا لاباتوار، سيلوا دمكم وخليه معكم تحني بيه. حمدان تحني بيه. حمدان حمدان بعدني انت بعدني بعدني ما تمشيش روحك قلبي. الطبيب قال لك ما تبغيش تزعف. ريح ريح هكذا هكذا حبيت تقول لباباكم تريحوها هكذا. مريم روحي جيبي له دواء. نسخن الهموم هكذاك كي لقيت الفار. جات الثورة قلنا تطيح الحنانة والعطف في قلوبهم ولكن صار العكس. صار هذا يشك في هذا. ولدت العديان همينة ولدت العديان. اسمح لي بابا. سامحوني. بابا إلى عندي راي ما تشيش. اقعد نروح. Thank you.
تعاوني اللي ندوسي ديك البيتيريه. نوض عليا انت، نوض نوض. هيا لبيتك تريح شويه. واش بقى لي ما نريح؟ واش بقى لي ما نريح؟ بركة ما تكتب في روحك. توفيق ما تخش عليه، عمر خوك ولي واجبك على خطر كان شربان. اسمح له يا وليدي. على بالي يا يما، بصح انا كذلك ماشي حق عليا نرفد عليها يدي. مدري والوك في بالك يا يما. مريم ما تخميش بزاف. لا لا خويا. حبسوا هذا بعيد. صباح الخير. صباح الخير. شكون هالطفله؟ انا مجاهده. عليك لي قرصو؟ ايه عليا. لو كان يحكموني يقتلوني انا معليش. لو كان يسبوها الكواط تموت جماعه من الابطال. خبوني لو كان الساعه. واش بيكون بك انتم باقيين تشوفوا فيها هكذا مريم؟ لا تشوفوا منك سواتك. اما انت يا خدي جاو يسقسيوك انت نسبتو. كيفاش؟ نسبتي؟ اخت مريم. لا لا زوجتك خير. معلش يا ما يا اختي. باي باي قمري. وين جاري؟ وين جاري في الاستا؟ فوالا لي ما ولا كل مون. كيما تقولوا صا. وش بقى؟ طفا كي شيرشي فو لان. تا جول توا. Où est la personne qui entre ici ? Qui cherchez-vous ? Tes papiers, toi, mon salaud ! Okay. Je suis brigadé dans la police. Hein ? Fais voir. Et ici ? Voilà, tenez. Désolé, brigadier. C'est ce que c'est, hein ? Oui, je comprends. Service. Bon, ça va, les autres. Vous pouvez baisser les bras. Mais enfin... Qui cherchez-vous au juste? Est-ce que je sais, moi? Un homme? Peut-être une femme? Allez savoir avec les pélagas, on ne sait plus à qui se fier. Enfin, il ne faut pas penser comme cela, sergent. Vous savez, à part ma femme, ma belle-sœur, mes deux frères et mes parents, il n'y a personne d'autre. Enfin, vous pouvez chercher, hein, vous pouvez faire votre devoir. D'accord, 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 brigadier, je vous crois sur parole. Oui. De toute façon, il était blessé. On lui a collé une sacrée rafale de mitraillette, ça m'étonnerait qu'on l'ait raté. Ah, oui. Alors, excusez-nous de vous avoir dérangé. On part. Je vous en prie. Monsieur là, brigadier. Il y a une autre chose qui me chiffonne. Ah bon? Parce qu'il nous a quand même possédé. Ah bon? Vous voyez la rue, là, les quatre chemins qui arrivent en bas de votre rue? Oui. Bon, on était là au pied du mur. Quand on vous a aperçu, on lui a tiré dessus ici. Ah. Et puis il s'est engagé dans votre rue qui se termine en cul-de-sac, là. Alors c'est pour ça qu'on était certain qu'il était rentré chez vous.
Ah bon, bon, c'est une fausse impasse. Hein. Comment une fausse impasse? C'est vrai, parce que juste à une maison près, là, vous avez une petite ruelle, là, sur votre gauche. Ah, parce qu'il y a une ruelle après? Ah oui, oui. Ah, c'est casse-bas. Ah, je suis désolé. Je vous en prie. Dégagez. Sergent, oui. Emportez ma serviette. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Petite ruelle, là, sur votre gauche, là. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. خلعونا الكلاب. مريم جيب لي سوار تاع البيجامه تاعي. مريم يخفاكش بلي تروح لك حريتك كلها. هي وين تبان حريتي قدام حريت الشعب؟ ما تعرف حتى واحد هنا اللي تجيبها لنا في حومتك. نعرف وما نعرفش. نعرف غير اللي تخلص له شتاك. يما لا شوفوا ويتكلم معاك. اسمح لي اذا ذاك ما قبلش نجيب لك واحد اخر يتصل بيه. امين واش كنت تحكي لك؟ كنت تحكي لي والو على اللي كنت نحكي لها. كنت تكلمنا على المجاهدين، على التضحية، على الكفاح، على الشجاعة، الإيمان. الواجب. Bon, allez-y les gars, je vous rejoins. Hein. Alors, Ben, ça va? Doucement, doucement, pas en dedans. D'accord. T'as trouvé mon mot au commissariat? Quel mot? Ah, ça fait rien. T'as pas vu la commission, ça fait rien. Écoute, tu sais la belle Josette, là? Oui. Ben, elle nous invite pour demain soir. Elle donne la réception. On va gâcher, on va bien s'amuser. Hein? Bon alors? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas si, j'y serai parce que. Et pourquoi? Bon, alors, écoute, ça va, je vais faire l'impossible, j'y serai demain soir. Ah, j'aime mieux ça. T'en fais pas, on va bien s'amuser. Ah, au fait. Ne lui dis pas que tu es un arabe, hein? Ciao, Ben, à demain. Doucement, je t'en prie, doucement. Ça va, ça va. Allez, ciao. مريم مريم صباح الخير سيدي. صباح الخير. جيبي جيبي السر بدعبك. جيبي. نعم. وهذا وشو يدير هنا؟
سيدي هاد حميد حميد، صباح الخير. وراش القط هذا وخليت فراشك؟ صباح الخير. على باليش ما عارف ليه من عندك وين جاك القط، صح ماشي في الصحيل. وهاد اللقطة منين جاك؟ لقطة؟ ايه هذا؟ مانيش عارف. واقيلا بديت تهبل يا ولد. واقيلا ولا غديت نفلت. كنت مريح هنا نخمم. بون داني الناس. بصح الغدا هادي شكون؟ واش حميد؟ صباح الخير بابا. صباح الخير. شبيك راك تمتم وحدك شبيك؟ لا على خطا انا اللي غلطتك. صح صح. قال لي علاه ما رقدتش مع خوتك؟ علاه ضربك حمار الليل ولا اش بيك؟ كما والدي كنت نخمم ولا واش داري الناس. كما والدك صح. سلام. يا اللي رقد في الصحيح معلوم. حميد نعم شوف لانه صخوك عمر سلم عليه انت الاولى. هو كبير عليك والبارح راك قرعت شويه كثرت. فهمنا؟ صح صباح الخير. صباح الخير. نشط بسلامتك. تم تموت شتي روحك. يلزمني نروح يكونوا باتوا حايرين وبالك ما رقدوش. في الحقيقه حتى انت ما رقدتيش الليل كامل وانت تقلبي. جوزي جوزي ريحي. صح. صباح الخير اختي. صباح الخير. رقدتي مليح؟ لاباس. قعدت نخمم على الشيء اللي كنتي اللي قلتي لي. نخدمتك على الاتصال ان شاء الله. من كثرة اللي خممت حتى داني الناس حتى نمت. نمت زعما كلي شريت مع الفدائيين. رحنا في ستة باش نقتلوا لاكوست. خرجوا لينا العسكر. تكرسنا على بعضنا بعض. أنا قاسوني نطحت. غير كيما جاو يحكموني. مريم جات نوضني وأني سلكتها. هاني قلت. حميد روح جيب لنا شويه سفنج عند السي علي. ما يحلش دوقا مريم. روح برك من العجز تاع عند السي علي بعد تما. ادوق له اللي خطيت. حميد. نعم. صح اخويا شوف اذا ما كاش العسكر في طريقك. صح. تعرفي ساعات كي نشوف فيك نستحي ونتأسف وساعات نفخر بيك. وعلاش؟ علاش هذا الشيء كامل؟ أنا كاين سكر؟ لا البارح في الليل طار عليا النعاس ولما كان ضو القمر داخل البيت قعدت مدة طويلة وأنا نتفرج فيك. ما تقدرش تتصوري شحال كنتي شابة في نعاسك. تقول كلي كاسيك نور. شي اللي نقدر ناكده لك هو الوجه اللي ما يموت تظهر ابتسامه على وجهه. مريم. نعم. اسمحي لي نقول لك مريم. معلوم الان رانا خواتات ولو انا ما نعرفش اسمك. بالك بلي اسمنا مجهول. ايه صحيح. سمعتي يتكلموا على سي عثمان وسي هشام. يا اخي سي هشام تكلموا عليه كثير في الجرايد ولا عجب حتى واحد ما قدر يعرفه وما قدروش يحكموه. بدون شك ما يكونش اسمه هشام. مريم. نعم. قلت لي كي تشوفيني ساعات نستحي ونتأسف. وعلاش؟ اسمحي لي
نروح دقيقة ونرجع نحكي لك. صباح خير سيدي. صباح خير بنتي. صباح خير. واش رقدت مليح؟ لاباس. كثر خيركم. اوف واش من خير يا بنتي؟ لو كان عطى الله ما وصلناش لهذا الشيء الكل. بصح فرنسا بنت الكلب هي اللي بينا كشفت استرنا وخلات انسانه يتمشاو في الزنقه. ايه بصح ما قالهاش بزاف. الجزائر هي اللي تقضى عليها وتمحيها تماما من هذه الارض ان شاء الله. مريم. نعم. وين قعدت تصلي بنتي؟ وين؟ وعلاش ما صليتش في البيت؟ ايه ما قدرتش. يمينة كانت راخدة. البارح بيت الليل كامل وهي تقلب. ياك تعرفي يا خوافة خافت العسكر يوليو. ايه اما لا كي شفت الصباح راخدة ما حبيتش نوضها. عملت مليح. انا الدعوة طاهرة ما تنصلي لها. ايه تقدر. بصح كون تروح البيت يا خير. ايه راي. ايه بصح ماذا بيكم تهضر بشوية. هذا صوتكم بزاف خليوها تريح. ما عليك سيدي. صح. مريم. علاش قلتي كي تشوفيني ساعات نستحي ونتأسف؟ وعلاش؟ ايه نتأسف على خاطر راني متزوجة وما نحكمش في روحي، ونستحي خاطر ما نقدرش نعمل مثلك، ونفخر بيك وبأمثالك على خاطر نتوما اللي راكم تمثلونا احنا نسا في هالثورة وسمعتوا بينا كل العالم. تحق يا اختي شي اللي عملتوه البارح واللي راكي قايمة به الآن وحدك راكي شاركتي في الكفاح. ايه انت تقولي هكذا بصح لو كان راني بجنبك في الكفاح خير. واش تحبي هذاك ما كتب الله. صباح الخير. صباح الخير. ما بكري توفي. نبدا الخدمه بكري اليوم. حقا وحميد وين بات؟ الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
شي حوايج. انا نخبي عليك حوايج؟ شنو هما؟ مانيش عارفه، سكن في قلبي الشك وما قدرتش نبقى محضنة عليه. شك؟ واش من شك؟ ناس تتكلم توفيق، وانا الشي اللي نطقني اليوم هو الكلام تاعك البارح مع عمر، وحتى حميد اللي عزك راه شاك، هو اللي ختمها الموقف تاعك مقبل مع البنت. وشنو هذا المرض الجديد نزل على هذا الفم؟ البارح يما، اليوم انتي، من جهه عمر، وحتى حميد اللي راهو معنا. واش حبيتو تهبلوني ولا واش؟ والزعاف علاش؟ يا خي انا زوجتك، وكيما تحكيليش ليا لمن تحكي. انا اللي واجب عليا نقسم معاك الخير والشر، ولا خلاص ما عندكش فيا لامان. مريم عندي فيك لامان، وعندي لامان في يما وفي بابا وحتى في خويا عمر. بصح مانيش فاهم علاش كل حطيتوني بين عينيكم. يما نقولوا معاها الحق، ولدتني عريان وكي كبرت صرت بوليسي. لكن انتي مريم، انتي خديتيني بوليسي، مازالني بوليسي. بصح كي خديتك ما كانتش الثوره، كي خديتك ما كانش الشعب يموت ورجال ونساء تسقط كل يوم. كي خديتك كنت تبسم، كنت تصارحني، كنت حي، ما كنتش كيما راك، ما كنتش كيما راك. مريم تلقي بيا. مريم نحيشك من الوسواس من بالك. توفيق مازال. كان غير توفيق اللي ما شوش في النهار، زاد كمل عمر واللي ختمها حامد. هذه أنانية يا أمينة، أنانية. وعليها الناس يودوا ليهم. هاي مريم قدامك، ها مواليها ودوها وراهي اليوم عندنا. واش كاين؟ هي بنت، حنا ولدنا ولاد، حنا ولدناهم لوطنهم. ايه دوق الحاجة اللي تصير امسحوا النص في الجزائر. بكري كانوا الوالدين يخافوا لما يكبروا ولادهم تديهم فراسة تحارب بهم في الألمان. أما اليوم اليوم ما هم الثورة احتاجتهم، ما احتاجتهم، ما هم عندنا هما من الزنقة ما يدخلوش، وحنا من العسكر والتفتيش ما يسلكوش. مساء الخير عليكم. مساء الخير. مساء الخير وليدي. واحد الولد جاب لك اليوم رسالة. جاب لي رسالة؟ ايه. واش قال لك؟ ما قاليش، قال عطاها البوليسي. صح، راح نجيبها منه. واش معجوز؟ كيفاش داير غنى؟ ان شاء الله يا وليدي، إلا عايشنا ربي حتى الرملة. سباتة يا قدام. مالا بيك؟ مرحبا. شيخ، واش راك تقرا؟ هذا الجزائر خارجة عن القانون. الجزائر خارجة عن القانون؟ ايه، لا الجارية ولا الروا. تاع جونسون؟ تاع جونسون، ايه. على بالك اللي ممنوعة بابا. ممنوعة؟ لا ما على باليش. شكون جابو لك؟ سلفوا لي واحد السيد. شيخ هاك تقرا. مجاهد
الشوفير. ما تقلقش الشيخ، كان واحد ولدي وزع فيهم حكموه وجابوه البوست. ما جبت واحد منهم. هذه سلام. صح. مريم. استمع صحة بنتي. هاكي. طلعي معك هذا نقط فار السطح باش تنشف. توفي. واش كان في هذه الرسالة؟ ولو يما ولو. الشيء اللي كنا خايفين منه رانا وصلنا ليه. توخذنا وقيله يا حمدان. يا مرحبا كبير يا عبد الصلاحو. شوف يما. نحي هاد الشوفات من بالك. ميصرا لي والو من جانب الخاوة كيما راكي دارنا. أولا أنا وليد القصبة ومازالني عايش. وتاني الناس الكل تعرفني. ما لهني روحك يا يما صح. وهم هذه الرسالة اللي حرقتها واش فيها؟ ودوك هاد الكارير علاش؟ ضل تعاودي وتسخسي تسخسي حتى تخلق بنادم وحبيت توصلي وليدك يبخسك ولا كيفاه؟ لا 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 يوصلني نبخسي ما بابا. عايشك يا وليدي. شوفي يا يما. راكي عايشة سعيدة اليوم وحتى حاجة ما تخصك. كيما نستفادي من هذه الحياة؟ الغدوة الإنسان ما هوش عارف واش راح يصرى لي. ومعاكم أنتم بنادم يستفاد يا وليدي؟ حميد! حميد! خويا! يما! يما! حميد! 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 واش بيك خويا؟ العسكر! العسكر! واخبروا شنو هي العسكر! قتلوني يا زيد! حميد! حميد يكون غير خير! حميد يكون غير خير! توفي أخوك! شيخ اخوك شيخ توفيق شدها حميد راه مجاهد هيا شفت علينا تاع المجاهدين لنا يا يما خذوني ما تخافيش ما يكون يا يما خذوني يا يما دبري دابا ما عنده والو لا لا سكتي كلامكم بالصواب عطيكم بالحق بصح مازال صغير بو علي يا بو علي يا بو علي يا يمين يما بركها يما ما تقلقيش ما عنده والو ما عنده والو ما عنده والو غير الصوصه برك في دراعه ما تقلقيش بابا يما روحوا قعدوا معاه مريم شوفي انت اللي عندك القوه ربطي له هنا في دراعه ربطي زيري زيري قد ما تقدري انا نروح نجيب الطبيب روح معنا بابا متشغلش فكرك سلك نعرف اللي تعزو بزاف بصح ماشي سبب باش تفشل ماشي هذا اللي مفشلني يا مريم ماشي هذا راني نخمم على الظروف والدنيا والحياة اللي رانا عايشينها وعلى الخلاف اللي راه بين ولادي عجيبة هذه الدنيا توفيق موظف عند الدولة من رجال الأمن ورجال الأمن تاع نفس الدولة قريب قتلوا خو حميد عمر كان يشرب الشراب وبطلوا يمكن خاف قيل رجال الجبهة حلفوا فيه ورجال الجبهة والبعض منهم كانوا مع خو حميد وسط هاد الشيء كامل وسط هاد الخلوطة كامل شيخ مريض وزوج نساب عارف راهم يتسابوا على مصيرهم وش يكون هذا هو اللي مفشلني يا مريم ومدوخني هذا هو وش تحب سيدي هذه هي ظروف الثورة اللي وقعت في الجزائر ماذا بيا نفهم يا مريم ماذا بيا نفهم ولو مرة واحدة كم قلت انت يا مثلا ايه فهمت زوجك يا مريم
هذا السؤال لقيته على نفسي شحال من مرة، بصح عمري ما لقيت له جواب. على كل حال الشي اللي نقدر نقول لك عليه هو اللي راني ثايقة فيه، مش على خاطر هو طلب مني هذا، بصح كاين شي يقول لي لازم نكون ثايقة فيه. ما نعرف راح نشوف حميد. شفت توفيق يجري مع الغشي، وين كان رايح؟ كان رايح عمر. حميد. شبيه حميد؟ هضري شبيه حميد؟ حميد. وش بيه؟ قصوا عليه العسكر. مات؟ لا لا، راهو في البيت. قدمناوش لهذا الباطل. مريم تمام، جيبي لي كاس مسحه بنتي. ماشي. وهذا السنيتر واش تعمل لهنا؟ لا لا ما تمسيش. وسقى علاش خلعتيني؟ عمر قال ما تدناوش. ما دنيناش يا لالا. نهار اللي نفهم واش واقع في هذا الدار تولي تسقم الدنيا. مريم على حسابك انت واش كان في هذا السنيتر؟ ما نعرف ما سقسيتوش. معلوم ما تعرفيش. خويا عمر واش كاين؟ تقديق وقيل العسكر وحميد. ما تخرجش راني نستنى في ايسان ولا شي حاجه. شكون يا عمر؟ هنا هذه مرا. حلي لها الدخل. واش تحبي سي عمر؟ هنا ايه جوزي. ما تقدريش تدققي بالعقل. اسمح لي سي عمر. مريم خلينا واحد. مليح. كاش راهي الطريق؟ لاباس. شتي على الكنار؟ نعم. عندهم لاباري اللي يكشفوا به السلاح؟ لا لا ما عندهمش. مليح. شوفي يا اختي سمعي لي مليح. نعم. عند باب جامع الجديد. نعم. راكي تصيبي على السكري واقف وشاد في يده بباطه حلوه. نعم. قولي له كنت متسر ومدي له هذا. نعم. اسمعي. بنت جات شافتني. هاني شوف اللي بنت ما قلتلكش شكون هذا الولد. حاب نعرف واش شكون. بنت جزائريه. واش تحب هذه البنت الجزائريه؟ جات شافتني يا بابا. شوف عمر هذه مده طويله
وانا ماذا بيا نتكلم معك على بعض المسائل، ونظن باللي ران اليوم وجدنا المناسبه. خير ان شاء الله بابا. سيرتك يا عمر. سيرتي؟ ايه سيرتك في هذه المده الاخرانيه ولات ما تعجبش، وما فيها حتى حاجه يفرح. شوف اولا باش تتفاهموا يلزم نتفاهموا بصراحه، وباش تكون هذه الصراحه يلزم ننساو باللي انا باباك وانت وليدي. يا بابا لو كان ما خافش نكذب، هذا عندكم مده من اللي نسيته. كي انت كيما انت ما تعرف غير حميد، ويا ما تعرف غير التوفيق، وانا كي اللي ماشي موجود، وهذا ماشي من اليوم يا بابا. والعجب حتى حميد والتوفيق ما يحبونيش، ومن غير مريم اللي من ناحيه الدم تسمى اجنبيه، كلكم كي اللي ثقيل عليكم كي اللي. هذا فكرك المخلوط اللي يصور لك هذا الشيء كامل. احنا ما نكرهوش، ما نكره حتى واحد، سيرتو انت يا ما نكرهوش. بصح سيرتك يا عمر. مش من سيره بابا. شوف كي نتكلم على سيرتك نقصد اولا نقصد الخمر يا عمر. عندي مده من اللي حبست، ولو هذا يظهر مستحيل، لكن الحقيقه عندي مده من اللي حبست الشراب. صح راني عارف، نقدر نقوله من ديك النهار اللي جات ديك البنت وباتت عندنا. يمكن. يو السهرة والنباتة برا. شوف عمر روحوا ليها قبالها، إذا تحب تتزوج، ولو أنا ضد الزواج في هذا الوقت نزوجك غير خول برك. بابا راني موافقك في مسألة الزواج، ما راناش في وقته، بصح النبات برا هذيك حاجة أخرى. حاجة أخرى؟ حاجة أخرى؟ حاجة اللي خلات أحبابتك يجيو حتى لدار والديك. بابا واش من بابا يا خونا نتكلموا بصراحة ولا كذا؟ بابا ديك الطفلة شريفة مازالت تقرا في الليسي وبنت عائلة شريفة، وين جات شافتني؟ جات ولا ما جات؟ أي هضر. جات باش تطلب مني نروح نشوف خوها. خوها راهو مريض، قالت لها يا تروح تشوف. ياه وأنت مختش وليت طبيب؟ يا بابا يا بابا نعرف اللي انت من المتعصبين، وكي شوف ديك الطفلة اللي انا بلا الحف مانيش عارف واش تخيلت في بالك. هو بهيم بهيم، ولو جات بالحاف كيف كيف، المشكلة ماشي تم، المشكلة كي جات لهنا لدار والدي قدام باباك ويماك، ماشي كونها ملحفة ولا ماشي ملحفة. فهمتك بابا، قلت لك خذ صاحبي جات تشوفني. يا صحة وسخسيتك على حاجة أخرى، المباتة والسهرات برا، واش؟ اسمح لي يا بابا لكن هذا ما يهمكش. ما يهمنيش. ها صحة يا عمر صحة. أنا باباك جيت باش نتكلم معك على مسألة وننصحك في صالحك، تقول لي ما يهمنيش. ها شفت يا عمر على ماش ما نعزكش كيما خاوتك الآخرين؟ لخاطر هذا هو جوابك دايما، اللي سخسيك من العائلة تقول له ما يهمكش، بصح ما تحشمش عيل داري تفقع داري. سيدي قلقتو حميد بعياتكم، نسيتو بلي راه مريض. عندك الحق يا بنتي عندك الحق. شفت خوك مسكين؟ شفت الرجال باش راه يتعمروا خاطها؟ ها مش روح تما راهو في البيت؟ الدم راه يسيل، وعلى من؟ على مثالك؟ سيدي هو واش بيه معايا؟ من غيرك انت يا كامل اللي كرهوني تقشي لقطوني من الزنقه. لا ما تشغلش فكرك هكذا، تعرف بلي سيدي انسان كبير ومريض، مع اللي زاد له حميد تقلق شويه. هذا ما كان، راني متاكده بلي الكلام اللي قالوا ماشي من قلبه. ان شاء الله عندك الحق. واش راه حميد؟ راه غايس كل يديها اللون. عمر قام رفتو هذيك الباطه اللي كانت هنا. ايه انا اللي رفتها. بصح وين راهي؟ كملتي انت معهم مريم؟ ما كفاش لابوليس العسكر العائله كامله كملتي انت حتى معاهم؟ الكلكم ما تعرفوا غير البعث. وسعف علاش؟ ما تسخسيش مريم بركات. انا سالت بك شنو هاد العياط هذا؟ أنا نسمعكم من الزنقة. هيا مريم دخلوا للبيت العجوزة باش يجوز الطبيب. وعلاش عربي؟ عربي؟ على خاطر لو كان قوري مرتك تشوفه. اسمع هبر الكلام هذا بسالة صح. يا
هكذا يا عمر هكذا خوك حمد راه يموت رجل في القبر والاخرى برا وانت من واحد لواحد هكذا هبلتنا يا عمر هبلتنا انا ما قدرتلكش توفيق قل لي يا وليدي الطبيب هذا تعرفه؟ ايه نعرفه يا ايما نعرفه الطبيب هذا صاحبي نعرفه هو قلت له الشيء اللي سابقك شوف يا ايما قلت له بلي كنت ممسح في الكابوس وخرجت رصاصه قصت خويا حميد وهذا مكان عملت مليح يعطيك الصحه يا وليدي توفيق قل لي كلو كان يسقسي حميد يا يما يا يما يا يما قلت لك هذا الطبيب صاحبي عندي الثقه فيه ما يهضرش غير ما تقلقيش صح يا صح اسمعي انت وراك راح سي عمر سي عمر لازم نشوف سي عمر سي عمر علاش وليدي الجندي هذاك لقيته قريب نوصل ل 50 متر على الجامع لقيت هذاك الجندي عسكر ولا بوليس دايرين به كي يحب يقول لي حاجه هادي بها صار مازال البياعين والبومبا هاي بومبا ما عرفت ما عرفتيش ما عرفتيش علاش ما رميتيهاش فيك اش مضرب ما عرفت واش نعمل كيفاش هذا باش تقتل الابرياء ما دخلك انت اه توخذنا يا حمدان لا يا يما نتوخذ وحدي واش رايح تعمل يا عمر نخرج بها والله يلاقيني بالعسكر صح مازالوا 10 دقائق صح ما نتقلقوش مازال في يدنا 10 دقائق منين جبتها؟ ما نعرف كيفاش انا ما تعرف؟ ما نقدرش نقول تعرف كيفاش يحبسوا السيستم تاع لابون؟ لا شوف عمر روح شوف عبد الكريم ثابت وقول له يجي حلم تعرف عبد الكريم ثابت؟ نسمع به ما نعرفش وين نصيبوه زيد فايت الحال بقاو 8 دقايق توخذنا لا يا يما نتوخد وحدي عمر واش راح تعمل نخرج بها والله يلاقيني بالعسكر انا نخرج بها على الخاص لا ما كنت لو كان ما جيتيش بها تولم لكن درك انا اللي مسؤول عليها اسمع اسمع عمر انا درت العسكر ولي تبت كيفاش شفت حبسوا البومبات خليني ندبر راسي توفيق لا لا خليني صح عندها حق توفيق شوف شيخ العجوزة روح وخلو وخليت خليني نخرج بيها التوفيق خليني نخرج بيها اتول من تلقى وندي معايا اربعة ولا خمسة سهلة عمر ما كاش قعد انت تموت بيها مين يمكن حتى ساتسلك اسكت وخلو توفيق ولا انت اسكت يا شيخ سجيك توفيق
نشرب. هاتوا فيها. روح يا اختي هذا الكوخ. صح انا راح اشوف الطبيبه. كل شيء بالمكتوب يا عمر. توفيق. كيف تعرفت بتاع بالكريم؟ اسمع به. نسيت بلي انا بوليسي. لا لا توفيق. الشرطة ما هي سمع به. الناس كامل ما تسمعش بتاع بالكريم. شوف اخويا خلينا من دو. اخي تعرفني ما نحبش لي تكلم لي على السياسة. لما راك تحققت باللي حميد فدائي. ولا تاني فدائي لابو النار خويا العزيز واش من صف راه في دارك في وسط فاميلتك عندك فدائي مجروح برصاص والاخر بومبا في يدو. اه بعد عمر فكرتني في البومبا. شوف ماذا بيك ترضها لموالها ولا شوف وين تخبيها. حبش العسكر يجيو هنا يسيبوها. ماشي تخمم مع العسكر اللي يصيبوا القنبوله وما تخممش على اخوك اللي راهو مضروب بالرصاص. عمر سمعتني واش قلت لي يما؟ قلت لها بلي كنت نمسح في الكابوس نتاعي خرجت رصاصة قصد خويا حامد هذا مكان. بالتوفيق راك وليت تعرف حاجات بزاف حاجات. تعرفت على حامد بلي فدائي. تحققت عليا بلي فدائي. راني عارف اللي ما تكلم لا عليا وعلى حامد. بصح الطفلة اللي خرجت من هنا واش بها الطفلة؟ ما نحبهاش توصل للهلاك. عمر عمر لو كان واحد اخر كنت متقلق ولا ما نعرفش واش ندير. بصح انت نفضل نهضر معك بهدوء. ما اسمع الا راك متحقق باللي انا بياع روح شوف المجاهدين نتاعك وقول لهم يحبطوني كيما جميع البياعين. حاشا التوفيق مازال ما تلفظش بها المعنى واحد. عمر ضل فيا واش تحب. بصح اليوم كيما راك ظهرتني بصفه اخرى نقول لك الحقيقه. عمر انا عارفك وما راكش خالعني. عمر ما راكش خالعني. راك تخدم واجبك واللي يخدم الواجب نتاعو ما يزوحش. وانت خد خدمت واجبك. شوف عمر قلت لك بلي انا نعرفك. انت من صغرك غير مني. كنت غير مني على القرايه نتاعي غير على الشهادات غير نهار اللي جات بوليس نحكي عجبا نهار اللي تزوجت ما حضرتش العرس كتبت عمر هذاك الصغر. واليوم اليوم ماشي راك تحوس على الصف اللي انا فيه. ما رانيش غير هاك غير ما رانيش غير ما رانيش غير منك. انما رانا لحقنا الوقت اللي لازم البنادم ياخذ موقف ما يبقاش جابد روحه. قلت لي انا مر بقتلك انا ما نجمش لكن واحد اخرين ينجموا يطيروا بعلا. صح يا عمر مالا خليهم يخدموا خدمتهم وانت خدم خدمتك وعفنا لله في سبيل الله. ما نعفكش توفيق ما نعفكش على خاطر نحب ما نحبش الاسم ديال العائله يتوسخ. نحب ردك راجل. صح اخويا عمر صح حقرتني راجل هاي نفكر فيها. صح عمر صح صح اخويا عمر صح راني نفكر فيها هذا. شوف عمر نحي لي هذا البومبار من الدار ما نحبش تبقى هنا. عندك الحق شو واش بصح وين نخبيها؟ واش تقول له كان نخبيها في بيتك تحت كاسكيطة سيد البريغادي. ما تخافش اليوم في الليل نديها. واشنو زاد شعلي بيناتكم ولا واش هو صار تاني ولو يا يما غير عمر تقلقوا هذا مكان هادو حبوا يهبلونا. اه يا ربي ونروح نخبي راسي. اه يا ربي والله ماني عارف كيف هنقابلو كيف انا معاه.
كنت قلت له كلام ما يعجبش ومن بعد ظهر لي بصفة أخرى. كيف هندير كيف هندير كي نقابله؟ بصح كي تجي تشوف يا توفيق تحنا كترنا معه بزاف بزاف. حق بابا وحميد كيفاش راه؟ حميد الطبيب نحالو الرصاصة بصح ضيع بزاف الدم. نروح يا يما نروح انقلنا مني. واش عمر 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 واش كاين؟ نروح يا بابا نروح نروح هكذا وكل واحد منكم يصيب بحسابه وما تزيدوش كامل تشوفوني. يا عمر ما راك مضيق على حتى واحد يا وليدي على حتى واحد. اسمع صح انا نستعرف قلت لك كلام ما يصلحش وانت يقلق شويه بصح ما نقدر نلوم روحي ما نقدر نلومك انت. يا اللوم راه على الجو اللي راه عايش. الجو اللي راك تكلم عليه ما هو موجود غير في هذا الدار في وسط عائلتنا. حكيم كاش ما تحتاج سادة محتاج واش خير ان شاء الله. واش كاين؟ انا محتاج شويه دم. انا 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 نظن باللي سيد باباكم نقدروا نعافيوه. انا باك ما نحبش دم واحد اخر يتخلط مع دم خويا. علاش هذا يا سيدي؟ انسان يقدر يهدي الدم. عندك الحق بصح ما نحبش دم التوفيق هو اللي قاسو بالرصاص. المساله ترجع للدم بنفسه. واش من الجروب دمك؟ بي بوزيتيف. بي بوزيتيف. وانت يا سيدي؟ انا جروب او بوزيتيف. مالا انت اللي حاجتك؟ معلوم حاجتك بيه انت تاني غير هو كل يوم هو. عمر عمر واش هو الان بليز خلاص ما حتى شي حتى شي والو والو قلق برك على يا عمر يا عمر يا عمر راك مقلق بزاف. عمر واش نروح بابا نروح بركات نروح ونروح هكذا تتهناو مني وكل واحد منكم يصيب حسابه والنهار اللي نتوحشكم نجي نشوفكم على خاطر انا اللي نتوحشكم ماشي نتوما. علاش يا عمر يا وليدي تروح؟ ما كفاش اللي حامد ما عرفنا الا يعيش ولا يموت وتزيد تروح نتايا وتحرمني من وجهك؟ اش عملت في دنيتي باش راكم تعذبوا فيا هكذا؟ اش عملت يا ربي؟ علاش يا ربي يا ربي يا بلوني يا ربي يا ياك انت عاقل حرام عليك ياك هذه يماك وانا اختك. هذه يما وانت اختي وقلقت وقلقتكم معايا. يا عمر انا راني عارف علاش راك مقلق. هادو الاشغال ديالك والعمليات اللي راك تقوم بها هما اللي قلقوك وحطموا لك اعصابك. راني جعلت روحي في موضعك وراني بديت نحس واش يحس داك الفدائي اللي يقوم بعمليه فدائيه ويجري وراء العسكر ويضل من دار لدار حتى دارهم ما يقدرش يدخل ليها. نحس دوك بداك الشيء وعلى هذا راني عذرك. بصح يا عمر انا نقول لو كان نشوف المسؤولين ديالك وتطلب منهم يعني يعطوك ايام تراحه تريح هنا معنا والجو يصفى وخلاص. لا يا بابا ما يلزمناش الراحة. فرنسا ما راهي تستنى غير في ذاك الوقت الوقت اللي نفشلوا فيه وحنا ما يلزمش نفشل. عمر درك العائلة راهي تفاهمت ما يزيد يوقع حتى خلاف فيما يخص توفيق. سامحوا تعرف بلي اخوك. عمر وليدي ما تروحش. ما نروحش يما والعصب هذو قلقوني وانا قلقتكم حتى نسينا حميد. لا لا عمر ما نسيناش حميد ما نسيناش ياك راهو لاباس عليه راك سمعت الطبيب واش قال ما به والو. بصح راهم طولوا معاه بزاف انا نروح نجي نقعد بجنب وليدي. يا روحي طمن عليه روح يا اخي انا عجوزه ما نحجبش. مريم انتي ما تنسيش الحجبه. عمر على حسب ما فهمت انت بديت الكفاح من النهار اللي جات ديك الطفله وباتت عندنا هنا. لا بابا حميد ايه
كي جات ديك البنت تكلم معها شافت شجاعته وتكلمت عليه جربوه وقبلوه وانا كنت عارف. حسوب عندك مدة طويلة وانت في الكفاح ومع هذا كان يعاوني في خدمتي يا بابا. كنت نشرب مع أسورتية ومع هذوك الأسورتية شحال من مرة جوزت بومبات في الطنوبيلات نتاعهم. الله يجعل يسمح لك إن شاء الله وربي ينصركم يا وليدي. نصرنا جميع يا بابا ما تنساوش أنتو ما ولدتونا. أمين. نشوف بلي سعادة نزلت فيها الدار والحمد لله. ايه عمر كان يحكي لي واحد الحجايات. مال اخويا عمر لازمك تحكي لنا منهم ساعة على ساعة. تقدروا تدخلوا تشوفوه راهو في احسن حال. الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيك. اسمح لي نحن نلبس اللسان ونوصل. لا لا ما تشقيش روحك نعرف الطريق. ما لعك دا كنوا متهنيين هم من على مات يوقف و... إن شاء الله صحيح. إن شاء الله بارك الله فيك يا حمودي. على خير يا حمودي يا ربي. على خير سي هشام. سلامة. واش قال بابا؟ قال مع السلامة سي هشام. عيان سيدي لو كان عطا ربي ماشي انت اللي تقضي. واش يحب يدير يا مريم الانسان اللي ما بقاش عنده ولاد عمر راه يتخبى من خلوه لخلوه وتوفيق راه مدقدق حقه راه لاباس شويه. مازال راقد حدبوه كثير سيدي برك هو ما حبش يتكلم. الوحوش لما ما صابوش خوه داوا هو باش ينتقموا منه. وهذاك حميد حميد مسكين ثاني راه هذاك سلك سيدي راه في الكوم مع خاوته. عندك الحق يا مريم. على كل حال صحته راه لاباس عليها كشفنا الاسبوع اللي فات صمنا لاباس الحمد لله. الحمد لله. يضرب بالصح وقتها يطلقوه. ياك قلت لك سيدي راه من ساعه على ساعه يطلقوا البعض منهم. يا مريم شحال سمعت هذه الغنيه من فمك. يطلقوا البعض منهم ساعه على ساعه صح بالصح بعد ما يديروا لهم عمليه تغسيل المخ لاباس تسيرفو كما يقولوا. تلقوهم بلاد الحرام. ما تقلقش روحك سيدي يرجعوا. يرجعوا ان شاء الله يرجعوا. شكون عاد ولاكم تكلموا عليهم يرجعوا يرجعوا؟ لا لا والو كنت نتكلم مع سيدي على الحرب. على كل حال فرنسا ما بقالهاش بزاف الا كثرت عام ولا زوج ونتهناو منها. وحتى هي راهي عارفه باللي رغم البي 26 والنابالم والمليون عسكري اللي عندها في الجزائر. يا مريم يا بنتي يسديك خليني من هذا الكلام ما في حتى فايدة. مليت نسمع أنا هذا الكلام. واشنو هذاك القضية اللي جابو سيدك؟ دخلي الكوزينة طيبي لي قهيوة. هاي بعدها واجدة. صح لنا واش نطيب العشاء؟ طيبي اللي حبيتي ولا لا لا واستنى شوية نتاع نتوم توفيق يحبو. مالي حقا واش راهو توفيق كي خرج خليته مازال راقد. مازال راقد البارح الليل كامل ما رقدش. كيف تحبي بنادم مريح وداته كلها تفطر عليه. نتكلم على توفيق وقيلها. ايه مسكين هاني نتكلم عليه ما خلاوش فيه مسكين خلعوه. خلعوه ايه
بصح كي تجي تشوف المزيان اللي حكمه هو ماشي عمر، لو كان عمر كانوا يطلقوه ومن بعد يطلقوا عليها الرصاص والله يرموهم من السطح ولا ما كانش تبقى ويقول لك كان ما روحو كيما بو من جل الله يرحمه. ايه ولا يقولوا شنق روحو كيما قالوا على العربي بن مهيدي الله يرحمه. الله يرحمه جميعا ويرحم الشهداء. انت يا وين كنتي؟ كنت عند مرتي عبد الرحمن. حليل هذيك المرأة هذي مع الولادة بالإعدام يهضر المعنوية ديالها كيفاش يكونوا؟ قطعوا له راسه اليوم الصباح ما سمعت؟ الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين رشيد شفته كي نزاد وعرفته كي كبر واليوم الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. هكذاك مسكينه وراهي صابره. قالت لي كان يقدر يموت يا بكاش مرض ولا باكسيدون تاع الطوموبيل الا خير ما تشاهد. ايه ولا كان يقدر يموت بالجوع كما كثير من الجزائريين راهم يموتوا على برا. يا ترى شكون هذا؟ يا ربي. مساء الخير. مساء الخير. سي توفيق بن ريف. ايه هنا دار وليدي. راهو هنا عندي بريالة. يا واش تحب عنده؟ راه انا بابا. لكن بابا لازم نعطيها له يمضي لي في يدي. يا. ايه ساعد. مساء الخير. نوضي توفيق نوضي. ما عليه ذاك النوض. تسكنوا وحدكم هنايا؟ ايه نسكنوا وحدنا. ليه غاية والله سكنة هي. لو كان ماشي العسكر يضلوا رايحين ما جينا النهار كامل رانا لاباس الحمد لله. وعلاش جاكم اليوم؟ لا اليوم ما جاوش. اه مليح كي ما جاوش. ومليح لا كمل. انا سقسيتك برك الله تبارك. اه صح. عندك رسالة ليا انت؟ سي توفيق انسان حبي يشوفك. شكون هذا الانسان؟ انت شكون؟ تنساش قالك خلي الباب مفتوح. خلي الباب مفتوح؟ ايه صح. روح بقى على خير. سلامة. توفيق. ها شكون؟ لا غير خير يا بابا غير ما تقلقش انا واحد صديقي حاب يشوفني هذا مكان. مساء الخير عليكم. يا ناس هذا الصوت نعرف. معلوم يا ابني. عمر. 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 الله يهنا. واش راك يما؟ بخير وليدي. عمر واش راك؟ واش راك؟ واش راك؟ واش راك؟ لاباس. لاباس. على السلامة. لا لا. على سلامتك على سلامتك. واش راك؟ لاباس. إيه راك الله يبارك. واش راك توفيق؟ واش راك خويا؟ لاباس؟ لاباس شوية. عمر واش راك؟ واقيلا راك جيعان روح نجيبك تاكل الحوايج. لا لا يما راني لاباس والحمد لله. تحب تشرب قهوة؟ لا لا اختي صح. وانت بابا واش راك؟ قلبك؟ شوية راه ساعة على ساعة. وحميد؟ حميد راه في الكون. ياك راه يتعلم الإنجليزية دور. مبروك عليك. عمر ياك ما راكش تبرد في الليل وليدي. يا يما مازلنا نتكلموا على البرد والسخان. ما عنديش بزاف الوقت وجيت نتكلم معك شوية توفيق. صح خويا أي ما يربيك. توفيق ريحوا انتم هنا احنا نروحوا للبيت. ريحوا. مريم روحي غلقي الباب باش نجيك. عمر اش يحق عليك كنت تجي؟ إذا توحشنا كنت بعد كاش واحد يسقسي علينا وهذا مكان. ايوا توفيق عدبوك. ها واش تحب نقول لك يا خويا عمر؟ جاو حوسوا عليك هنا لما ما صابوكش داوني في لاجيب. على كل حال وصلوا لواحد الحد في العذاب لا يطيح مو من دنيا يديهم. يا لطيف
دو بلا توني ترداني بلا توني باش حتى واحد ما ينتبه. خير ما جابك خويا توفيق. بعتوني ليقي في الحقيقه بعتوني الخوا وامروني نشوف السي هشام على خاطر لقاو القبض على واحد الاخ وراهم متحقين باللي الاخ هذا ما يتحملش العاده. ما لا لازم عليك تروح. وما قالولكش اسم هذا الاخ؟ لا بالصحه والامر. منا على ساعه كون في باب سينما دنيا زاد. راك تصيب سياره اروند نومرو 560 AL 91. داخل الطوموبيل راك تصيب اخ يقرا في الجريده تاع ليكو دالشي وهو يديك المكان واحد اخر من غير شك تلتحق بالجيش. عمر عمر واش خير حدا؟ ما مدونيش حياه شوفهم يمكن جاو برك كاش ما يسالوا ولا خويا ترانكي اطلع الفوق شوف صح عمر كشتهم جاو يلقيو عليا القبض نقرص على المجموعه ودبيانه. ما نجمش خويا هذا امر ما يحكمونيش حي ما نقدرش نتحمل العذاب مره ثانيه. روح خويا عمر صح ما تنساش واش قلت لك اقرص على المجموعه ودبيها. روح حبيب روح حبيب La famille Benrif? Oui, vous permettez? Oui, oui, je vais. Vous êtes à votre service, monsieur? Vous êtes chef? Oui, c'est moi, oui. Eh bien, nous étions venus pour procéder, n'est-ce pas, au. C'est votre fils. Oui, monsieur, oui. Pourquoi cette hésitation? C'est vous ou c'est non? Oui, c'est bien mon père. Vous savez, il est un peu perturbé par les événements, c'est pour ça qu'il est... Ah, vous vous exprimez bien, vous êtes instruit peut-être? Oui, enfin, si vous appelez ça instruction, oui, je suis instruit. Je suis brigadier de police. Ah, un collègue. Mais que vous êtes arrivé là, mon ami? Vous savez, un banal accident de voiture, nous étions en virée, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas grave. Non, 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 à part que la voiture est complètement démolie. Oui. Bien, et j'étais en train de vous dire, n'est-ce pas, que nous sommes venus pour procéder au recensement. Ah, le recensement. Oui. Ben, recenser, recenser. Yima, am djawa le recensement. Hein? Djawa le recensement, Mbak. Ah, ça. Je m'excuse, ma mère est un peu... J'ai compris, n'est-ce pas? Bien, donc nous disions la famille Benrif, monsieur Benrif. Hamdan. Oui, madame Ben. Yamina. Yamina, n'est-ce pas? Monsieur Benrif. Toufir. Ah, Toufir. Toufir, oui. Et puis. Ma femme. Mariam. Bien. Donc votre famille se compose de 4 personnes, n'est-ce pas? Non, monsieur, j'ai d'autres fils. Non, très bien. Je crois que c'est pas la peine de les inscrire. Puisque mes frères travaillent en France, enfin ils ne sont pas ici. Ah oui, je pense. Enfin. Oui, c'est, bien sûr c'est inutile, n'est-ce pas? Comme il serait inutile de nommer un responsable d'immeuble, puisque la maison est seule. Par contre, vous pourriez peut-être être le responsable du quartier. Très bien. Vous savez, à mon avis, je crois qu'une autre personne serait plus indiquée. Vous savez, à la police, on n'a pas d'heure fixe. C'est ça. Oui. Oui, j'avoue. Bien, eh bien, monsieur, voici, vous pourrez remettre ça à toute réquisition, n'est-ce pas? Oui, merci, monsieur. Voilà, eh bien, il va falloir que je m'en aille. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre visite. Au revoir, messieurs, dames, à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. الحمد لله اللي ربي يسترنا. عمر راحوا راحوا مزيه اللي خديت رايك. زيد قاعد معنا شويه عمر. فهمتني اللي نروح مريم؟ عمر قد هي ما سمعنا وليدي. لا يا بابا ما نجمش هذاك هو الوقت لازم نروح. تروح يا وليدي
تلقاو على خير عمر. توفيق ما تنساش الوقت. ربي يسترك يا وليدي. تبقى الخير يا وليدي. يا مينا لازمك تكوني سعيدة يا مينا، خاطر هو راح يقوم بواجبه، راح يجاهد يدافع على بلاده، وانتي تسمى راكي مشاركاته في هذا الجهاد على خاطر انتي يا اللي جبتيه. كيه راح كل ما جا ما قعد معانا. عنده الحق بابايا، شوفي ما يزمنك بزاف الشجاعة، على خاطر انا تاني راني رايح. كيفاش؟ واش قلت توفيق؟ كيما قال عمار يزمني نطلع الجبل. فاق تروح يا وليدي. دوخ يا ايما. نسيتوش خلاص نشوفوك. إذا حب ربي إلى يوم الاستقلال. الله. كيش ايما صح. هيا اسماعيل. هيا. بابا توفيق راح صدق زوجك وامسح وجهك وليدي راهم يسلموا فيك. الحمد لله راني نحس في شيء ما رانيش عارف عليه، لازمني نبكي ولا نسوى ولا نزغرط. كما تعمل مليح يا مينا، كما تعمل مليح، خاطر انت ام والام كي الشجره تثمر نحولها ثمرات ديالها باش يقوتوا بهم العباد، هذا هو واجب الام يا مينا. عندك الحق، كل عمري ما ولدت هذه هي الدنيا. هو حبس الرصاص هذا ما يكون غير عمر. هو ما نظنش اللي حبس الرصاص يخوه مازال هنا في الدار. هو صوت الرصاص هذا بعيد. ها مشي عمر، مشي عمر. شكون هذا؟ هشام. خذ هنا. هشام. واش كاين؟ اسمع الرصاص. يعني اسمع هاي، انت علاش رجعت؟ هذا عمر. واش بيه عمر؟ كنا حاطين تلاقينا بالعسكر طلعي. ايه في عدنا نهربوا، عمر فضل يقابلهم برصاص. وراه صاير هذا الشيء؟ تحت لي كاتشيرم. يا اخي قلت له ما يلزمنوش يدير هذا الشيء، ماشي من حقه. قلب اللي انت محتاج انك تطمنه وزيد بزاده، ما حبكش تطيح بين يديهم. عمر عمر الثوره محتاجه كل بعدها. شوف سنمي برا دوك نجي. وزيد قالك اسمعني. بابا يما طال خير. مريم مريم قال خير. لما يزيدوش يدوروا في ثلاثة على هذا الميدان. يا مينا وراك عارفة بلاك هرب. عنده الحق سيدي، بلاك خلاص له الرصاص وهرب. يا مينا يا مينا ولادك مجاهدين ومن حقك الزغل هيك، ما تبكيش. دوق زغرتي. دوق. يا
ذاك أمنا كلنا عندك الحق، لكن تيمك شكون؟ عمار. سي عمار. صديقة صح. هذا سي عمار جا يشوفني وراح يرجع لكم صح. على سلامتك سي عمار. مرحبا بك. أهلا. صحيح. واش راكم؟ واش راكم؟ لاباس. أنتم كيف حالك؟ بخير. الحمد لله. وقال سي حمدان ما خيرتش النهار اللي نجيك فيه. ما فيها بس يا عمار، ما فيها بس. تفضل. صح بارك الله فيك. مساك بخير. انا كما حب ربي. قول لي ما سمعتوش رصاص اللي كان يصيح في الرباط رب؟ سمعنا. هذاك الوقت سوا يا سي حمدان انا كنت طالع. انا غير لحقت لربع طرق وهي تشعل. واش نقول؟ غير العمر مازال طويلة برك. ايه وكيف هفرات حكموهم؟ اوه ما حكموش. قتلوه الله يرحمه. الله اكبر. لله وانا اليه راجعون. بس حراج ليس حمدا. هما ما نقول لك 20 ما نقول لك 30 وهو وحده. هكذاك وشد معاهم واحد العشرة دقائق والله أكثر وهو معاهم. بصح خسارة خلاص الرصاص كي شاف روحو ما عنده شون يهرب وقف في وسطهم وبدا يضرب فيهم برا الشاشة تاعو ويعيط تحيا الجزائر تحيا الجزائر. غير قول حبي يموت وما حبش يحكم واحد. ايه حبي ما قلتلكش كان متلحف في كلمة. سي حمدان. سي حمدان. راك تسمع فيا؟ ايه كنت نسمع فيك سي عمار. قلت كان ملحف ياك. كان ملحف انا عمي. هذا هو المرجان. عندها موضة الجزائرية يا سي حمدان. عندك الحق عند مولد. ايه خير ما جابك يا سي عمار؟ ما جابنيش الخير يا سي حمدان. واش لاباس؟ هذه مدة راك شافي كون قلت لك بيراز حبيبي عندنا الحوش. ايه قلت له وحنا ما حبيناش نشيروا عليه. ايه ومن بعد؟ اما لكن ما قالش لي من يبيع جاو العسكر سكنوا عنده. قلت هذه هذه الثانية. إي بصح البارح زادوا تجاولينا احنا ثاني ودونا الحوش تاعنا. قالوا بلي فلاقة كثر في هذيك الجهة. وهم بحثوا لك واحد الورقة. باش تروح تشوف الرئيس تاعهم ولا ماش عارف اش يكون. هاي. هم كاتبين لك البلاصة اللي تروح ليها. شفت المصيبة كيفاش؟ رحم والديك يا سي عمار. بات عندنا اليوم ياك. لا لا ما ذيبك يا سي حمدان وكان تسمح لي راح اشوف اختي. ايه ما حبيت. تعال بارك الله. هيا. لا مرة يا سي عمار. صح. سلامة. الله يسلمك.
وش مريم واحد بيسات يمكن وراتك او سبب عائله اللي تعزوك اكثر منا وعلاش احنا ما عزيناش انت يمكن يا مريم صحنا يا ما عرفتوش خدو تو المعسكر ما كانوش حتى جايين لهنا هو راه عارف قصبه ولا فيها العسكر اكثر من السكان تاعها كيف راه يعرف مريم جيب لها سيارة بنت نصل جيدة نعم يا علي علي فوية ما تسا توت لي شام علي صوتي سي لابيان علي حمدان يا علي راح شايف هم كومونس لبال عزيز وي هشام فين هشام شكون هشام هذا ما نعرفش هشام انا ها وي فو نكون سي با هشام ما تعرفش هشام وانتي وي ترى كاين سي باسي وي ترى شكون كي سي مسيو هشام ابغيتي تون فيس توفيق توفيق مسيو با هشام C'est pas le malin. Je te fais que c'est Hichem. Quand est-il parti? Victor, là! Voilà. C'est pas vrai! Mais c'est ça! Voilà qu'elle fait DST! J'ai pas besoin de la chérou, là. Ça va, Chigoud? Il est venu, il a passé une heure et puis il est reparti. Quand je pense que je l'ai eu ici, je l'ai laissé filer. Et moi, qu'est-ce que je dois dire, hein? Un camarade à moi, on a passé des soirées ensemble. C'est bien foutu de moi. Mais là, hein, il est parti. Mais gâche, où t'es oublié, où t'es dit. Il s'est débiné, il a mis les voiles. Comment ça, débiné? Parti? Jusqu'à l'indépendance, peut-être? Regardez-moi ces gueules d'indépendance. Où est la chambre de Tofik? Oui, une chambre là, Tofik. Georges, viens avec moi. Personne ne bouge. Harkoch, bougez pas. Surveillez-les. Hamdan, Hamani Khaifa. Khaifa, Minos, Khaifa. Sidi, 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 ثم تهدروا فرانسيس لا نهدروا عربية اي توفي انا صاحبي ما شو يبقى غارسون ها بيدي وين وين توفي وين وين ما على باليش جو سي با مسيو انت ها مارتو يقول لك مرتو وين؟ ما خرجش لبابا كيفاش تحب يقول لي؟ أبا بابا أنت مرتو كي سافام ما خليش إلا بيان لاسي با ميم اون فاي دو بابي وين يدي البابي وين يدي الكوارتو توفيق؟ ها؟ ما عندوش كوارتو وكان كي يجيب كوارتو يقراهم ومن بعد يحرقهم إي با دي دونك إي بيان أورغانيزي الكوشون ها؟ Tu as pu en tirer quelque chose? Tu parles. J'ai beau leur dire que je suis un brave garçon, que je suis un ami à lui. Rien à faire. Je crois qu'on s'est dérangé pour rien. Je ne te dérange jamais pour rien. Si tu t'occupais un peu de la fille. Hein? C'est pas une mauvaise idée. Hé, qui fais-je? Pour ce qu'il y a, hein? Mon petit. Wahdek? Chambre? Impossible. La chambre?
نحيدك نحيدك انتوما كلاب انتوما وحوش انتوما ماشي رجال عاود ماشي رجال يديكم سون با دي زوم اوي با دي زوم يا ايسي توا نحيدك عليها اتحرك بوجي با نو با حمدان يمين رايح وين راك هادو وحوش ايه انا صاحبي توفي سي مون امي بوش با بوش با تحرك بوش با حمدان حمدان اشتاقي دير با بوجي مريم بوجي با هركوز حمدان يما مريم مريم قسك يا شاب المهم عليه فيني ميدي بوزوط عليه فوق خاهم Yeah, fuck!